لا تضيع أي خبر هام أو عاجل حصريا مع تطبيق النهار، حمله الآن على جوجل بلاي. بداية، وقع المجلس الأعلى للأمازيغية والمدرسة العليا للفنون الجميلة بالجزائر العاصمة على اتفاقية متعلقة بالتعاون في مجال النشر، ووقع على الوثيقة الأمين العام للمجلس الأعلى للأمازيغية السي الهاشمي عصاد ومدير المدرسة العليا للفنون الجميلة مصطفى بعمامة بمناسبة إحياء الذكرى 36 للربيع الأمازيغي، وتمحور اللقاء حول المساهمة الفنية للمدرسة العليا للفنون الجميلة في تصميم مؤلفات المجلس الأعلى للأمازيغية الذي يتولى هو الآخر نشر مؤلفات حول الثقافة الأمازيغية. لا تضيع أي خبر هام أو عاجل حصريا مع تطبيق النهار، حمله الآن على جوجل بلاي.